تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بابرز مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من مدينتي العريش ورفح. الصورة بالطبع تتحدث دائما عن نفسها باصطفاف الشاحنات الكبيرة على جانبي الطرق لتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه الشاحنات وتعرقل دخولها، حتى إذا دخلت إلى الناحية الأخرى تقوم قوات الاحتلال بمنع الأونروا والأمم المتحدة من التوزيع الخاص بهذه المساعدات داخل قطاع غزة وتحديدا داخل شمال قطاع غزة، مما أدى إلى أن المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وصلوا إلى حافة المجاعة تقريبا. بالإضافة لذلك أيضا هناك عدد من الأطفال الذين يحتاجوا إلى الخروج ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة، بجانب 50,000 مواطن فلسطيني كانت قد أعلنت عنهم الأمم المتحدة أنهم يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة، لأن الجانب الصحي في قطاع غزة لا يوفر الإمكانيات الكاملة بعد أن منع قوات الاحتلال دخول المستلزمات الطبية. ولكن الآن يعني في محاولات للتنظيم مع الأمم المتحدة عن طريق الإمارات ومصر لخروج عدة أطفال ما يقرب من 20 طفلا تقريبا ليتلقوا العلاج في الخارج خارج قطاع غزة. بالطبع مصر كانت قد حذرت أكثر من مرة من تداعيات إغلاق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم وعدم خروج المصابين وعدم دخول المساعدات الإغاثية، وكانت قد حذرت من تداعيات هذا الموقف وحملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات وقف المساعدات الإغاثية وأيضا وقف خروج المصابين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في الخارج. هذه هي الصورة بالطبع من العريش ورفح، إلا أن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة في محاولات بالتعاون بالطبع مع الإمارات والأمم المتحدة لخروج عدد معين من الأطفال ليتلقوا العلاج. هذه الأطفال يعني ربما منهم المصاب بالسرطان وغيرها من يعني الأمراض التي تحتاج لعلاج خارج قطاع غزة في هذه الأوقات. هذه هي الصورة من مدينة العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.